يا مساء الخير مشاهدي قنوات اون تايم سبورت، مكان وقوة جديد في اخ متابعات الالعاب الرياضيه المختلفه. دايما شعارنا في ملاعب الابطال ان زي ما ملاعب كبيره ابطالنا. ضيف حلقتنا النهارده دكتور يوسف حسن، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطائره، وحديث عن اخر استعدادات منتخبات مصر للكره الطائره والمشاركه في دوره الالعاب الافريقيه اكرا اللي هتقام الشهر القادم، وحديث عن الدوري المصري رجال وسيدات والمنافسه المحليه في النظام، وبيتم اللي طبعا بيتم تطبيقه من عامين بنظام بلاي اوف بيست اوف 3، واللي غير شكل المنافسه في البطوله والاستعداد طبعا للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه لمنتخب الرجال. انتظرونا في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده وحديث مع الدكتور يوسف حسن، عضو مجلس اداره اتحاد الكره الطائره المصري. الرياضة المصرية بتمتلك مجموعة كبيرة من الكوادر الفنية في كل الألعاب الرياضية، وعندنا عدد لا بأس به من أبطال العالم والأبطال الأولمبيين اللي طبعا اعتزلوا حديثا أو قديم موجودين. سؤالي النهاردة، الأبطال دول فين من الرياضة المصرية حاليا، هم الأبطال الأولمبيين والعالمين المعتزلين، وهل بيتم الاستعانة بيهم في المنتخبات ولا لا؟ وليه بيتم الاستعانة بمدربين أجانب ومدربين ما عندهمش كافية، في حين إن عندنا أبطال زي دول عندهم خبرة تكفي إنه يكون موجود حتى على ساحة التدريب؟ نستعين بمدربين من خارج مصر رغم إن عندنا الكفاءات دي. تاريخ الرياضة المصري مليان أبطال ونجوم، ومش شرط ان يكون البطل ده حقق ميداليه اولمبيه، ممكن يكون حقق بطوله عالم والحظ ما وفقوش ان هو حقق ميداليه في دوره العاب اولمبيه، وده امر وارد وبيحصل بالتاكيد كده. ادي مثال في عدد من الالعاب والرياضات اللي فيها ابطال اولمبيين في ريعان الشباب اعتزلوا ولكن لسه بطاقتهم وشغالين في التدريب، يعني بيشتغل بيدرب، لان ممكن يجي اتحاد يقول لي والله يا كابتن ابراهيم ما هو ده بطل اولمبي ما عندوش ملكه التدريب، ما عندوش الحس بتاع التدريب، مش واخد دراسات تدريبيه. ما هو مش كل لاعب كويس هيبقى مدرب كويس، دي قاعده احنا عارفينها. طب انا هضرب مثال النهارده باحد الابطين اللي هو بيدرب وخريج كليه التربيه الرياضيه ودراسات في التدريب وشغال في المجال ولا يتم الاستعانة بيه مع المنتخبات القومية، وهو بطلنا في رفع محمد إيهاب. بمناسبة كلامنا امبارح عن رفع الأثقال، النهارده كمان رفع الأثقال عشان طبعا أبطالنا اللي حصدوا طبعا الميداليات بطولة أفريقيا. محمد إيهاب صاحب الميدالية الفضية في ريو دي جانيرو 2016، واللي كان قريب من تكرار جازه في طوكيو لولا الحرمان القهري بسبب العقوبة اللي طبعا وقعت على الاتحاد المصري تكرار حوادث بيها في المنشطات. البطولة دي بطولة العالم أنهايم في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا فاكرها كويس لأن كان ليا الشرف إن عليها في الوقت ده 2007، عمل ملحمة محمد إيهاب في الوقت ده، ساعتها قلت هوب هوب عملها فعلا حديث العالم في الوقت ده محمد إيهاب. وعمل محمد إيهاب غير كمان وجهة نظر العالم في رفع الأثقال المصري في جزئية صغيرة هقول لحضراتكم عليها، مش صغيرة كبيرة يعني. الجزئية دي هي الكلين سوري الخطف. احنا المصريين دايما بنكسب بسبب اللي انتوا شفتوه قدامنا ده، الكلين والنطر. جيناتنا بتسمح بالباور، عندنا القوة دي. عندنا قوة الكلين والنطر، بنقدر ان احنا نرفع فيها اوزان كويسه، وفي الخطف بنكون متاخرين والمجموع بيخلينا ناخد ميداليه او يحقق اللاعب بتاكس دول او الميداليه عامه يعني. محمد ايهاب بقى دي قاعده الخطف،
عمل 173 وعمل او 74 73 وحقق القياس العالمي في بطوله العالم بعد تغيير الاوزان، اوزان الشخصيه للاربعين. محمد ايهاب من اللاعبين الاربعين اللي انا بقول لحضرتك وخدها مني كده وراجع وراه، بنى نفسه بنفسه بجد، بنى نفسه بنفسه. ايه؟ مش بالعافيه، لا بالعلم، بالعلم. محمد ايهاب طبق كل الدراسه على نفسه، بقى يذاكر ويدرس ويشتغل على نفسه. اضطهد جدا وهو صغير، تعب وشد وهو صغير علشان يوصل للي هو فيه، وكانوا ساعات بيطردوه من صالات التدريب. بلاش ندخل في حته مش موضوعنا النهارده. فده رباع نفسه. طبعا ما عندوش ملك لك، لا حضرتك ده بيدرب، ده شغال في التدريب، ده بيروح يدي كورس في اكبر العالم بره مصر وهنا في مصر، وبيستعينوا بير حتى من لاعبي الكروس فيت علشان يظبط لهم السناتش والخطف والكلين والنطر. رحله كفاح هتلاقيها في الشاب ده، عشق الحديد لدرجه لا تتخيلها بصراحه. حكايه محمد ايهاب ده تدرس للصغيرين. ايش حياته وصل بيه ان هو اصبح واحد من ايقونات رفع الاثقال التكنيك بتاع الخطف بتاع محمد ايهاب ده حاجه كده حاجه سهله، حاجه جميله، قدوه لشباب كتير. بيمتلك يعني ميداليه فضيه في ريو دي جانيرو، فاكرين اتكلمنا عنها امبارح لما حصل على الميداليه البرونزيه، وبعد كده توقف في الكازاخستاني نيجات رحيموف، وبعد كده رجعت الميداليه بسبب منشطات، ورجعت الميداليه الفضيه لمحمد ايهاب. عنده 11 ميداليه في بطولات العالم، 4 ذهب، 5 فضيات، 2 برونز، 3 ميداليات ذهب في البحر المتوسط وذهبيه وفضيه في بطوله الجائزه الكبرى، 11 ذهب زي ما حضرتك في عد بقى عد معايا 12 ذهب بطوله عربيه. ده غير الرقم القياسي اللي صمد 3 سنين في الخطف. حط تحت الخطف دي مليون خط، احنا مش في مصر مش بتوع خطف، خطف اللي هي الرفع على طول دي، احنا في مصر مش بتوع خطف، جيناتنا مش بتاعت خطف، لان الخطف بيحتاج لمرونه عاليه جدا، تكنيك عالي جدا من الملي بيوقع الرفع. محمد ايهاب غير فكره العالم كله، لا ده احنا بتوع خطف يا باشا، تقدر بالعلم. فده راجل مدرب وراجل عقليه عنده ان هو يقدر يصنع رباع. تخيلين بطل بالتاريخ ده مش موجود مع جهاز فني منتخب مصر، لا شباب ولا ناشئين ولا كبار، بل مش موجود يعني مش موجود، ما بيستعينوش بيه اصلا. يعني بطل بالتاريخ ده ومحروم من ان ابطال المنتخب الوطني خصوصا في مراحل الناشئين شباب منه. ده لو راح قعد بس مع العيال الصغيره كده، الشباب اللي هم الصغيرين لسه بادئين رفع اثقال، قعد معاهم بس اتكلم معاهم، مش هقول لك يمرنهم، قعد بس اتكلم معاهم جزء نفسي سيكولوجي، هيودوهم في حته تانية. انا هنا مش بتكلم على يعني على ده مسؤوليه مين، انا والاتحاد ليه الحق في اختيار الاجهزه الفنيه زي ما انت عايز، ولكن هو السؤال بس يعني السؤال. حتى ممكن الناس العاديه اللي في الشارع اللي تقول لك ده بطل اولمبي يا عم ما بيدربش ليه طبعا مع المنتخب، يعني هتيجي مثلا تتكلم زي كرم جابر. كرم جابر انا مع تحفظي على انه يرجع يلعب، لان طبعا كرم جابر تاريخ كبير مش عايزين نشوفه في صوره يخسر، لان احنا هو حاجه كبيره عندنا. يفضل كده البطل الاولمبي الاسطوره كرم جابر، ولكن انا مبسوط انه مع منتخب، مش هقول لك كمدرب، لا كلاعب، لان اللعيبه لما تتمرن معاه هتستفيد منه جدا. كرم جابر شوف انا كنت بتكلم على ان موضوع انه يرجع يلعب تاني، لا موضوع صعب والسن، واخاف على كرم جابر، مش بتكلم كرم كشخص، انا بخاف على مصر، على اسم مصر. كرم جابر لا يمثل نفس مصر كلها، وخايف علشان ما يجيش عيل صغير يكسبه في بطوله افريقيا ولا بطوله عالم ولا بتاع كونه كبيره فنزعل. لا احنا عايزينه يفضل بطل اسطوري الى مدى الحياه، وهو بدا بطل شكرا. ولكن تواجده مع المنتخب كب والله العظيم اللعيبه الثانيه كبيره جدا، انا متاكد اللعيبه بتتعلم منه. فمحمد ايهاب تواجده مع منتخب مصر ناشئين شباب مصلحه كبيره جدا، ما بنستفدش بالمصالح دي، وهي مصلحه مصر في الاخر، مصلحه منتخب مصر في الاخر.
لازم يكون لهم احتكاك مباشر باللاعبين على مستوى الكبار والشباب. بنشوف دلوقتي كده زي ما اسطورتنا الكبيره محمد رشوان في منصب رئيس لجنه المنتخبات القوميه في اتحاد الجودو، وده الحقيقه يحسب لمجلس اداره اتحاد الجودو، رغم ان برضو كان المفروض يصبح برضو يكون موجود الجزء التدريبي، او لو هو مش عايز يدرب يكون موجود حتى في الجزء الفني مع اللعيبه، هو عضو مجلس اداره طبعا. اتمنى يكون بينزل يحضر التدريبات ويتكلم مع الولاد الصغيرين بطل اولمبي، لو نقل بس احساسه يعني الاحساس بس للاعب الصغير وهو داخل على الوسط في دوره الالعاب الاولمبيه بكين، تمام، الاحساس ده لوحده مكسب للطفل الصغير او الشاب الصغير او الناشئ، هيكسر له الحاجز النفسي، هيدعمه نفسيا. وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي اسطورتنا كرم جابر، انا ممكن اكون متحفظ على انه يرجع يلعب تاني وما عايزينش له قمه، هو طبعا اسطوره، ولكن تواجده مع المنتخب دلوقتي مع منتخب مصر دلوقتي مصلحه كبيره للعيبه، هيفضل موجود. ده نهائي دوره الالعاب الاولمبيه هنا 2000، النهائي ده اللي غير وجهه نظر الاي او سي اللجنه الاولمبيه الدوليه، في كان عايزين يستبعدوا المصارعه لعدم وجود المتعه فيها من قبل الدوره دي، كانوا بيتكلموا ان المصارعه ممكن تستبعد من دورات الالعاب الاولمبيه، لكن يجي نهائي كرم غير فكر العالم كله عن المصارعه الروماني. شوفوا اللجنه الاولمبيه، لا لا لا، المصارعه دي لعبه، ايه اللي بيعمله للمصري ده؟ ايه اللي بيعمله كرم جابر ده؟ ايه ده عدم تكافؤ في النهائي؟ ده كان ماسك لاعب جورجيا اللي حضراتكم شايفينه ده، يعني عارفين الناس اللي بيجوا في البتاع ده اللي بيلعبوا التنوره كده، بيلعب بالتنوره حتى يوم ما هو شاله نزل بيه كبسه. فانت بتتكلم على ايقونه فنيه اسمها كرم جابر، شوف الحركه، شوف البرمه، شوف هيطلع ازاي، شوف هيرمي بره البوز، هو دي الفكره. لعيبه كتير بتتعلم من الفيديوهات دي، فتخيل بقى ده لو موجود مع اللعيبه دي في الجهاز الفني. هو دلوقتي موجود حلو كلاعب ماشي، هنستفيد منه بقى، فهي الفكره. لعيبه زي دول لازم نستفيد منهم، يكونوا موجودين في المعسكرات كمدن كاداريين، لو هو ملوش في التدريب هيتكلم مع اللعيب، هيساعد الجهاز الفني. كلنا طلعنا علاء الدين ابو القاسم بطل لندن في السلاح في المبارزه، متواجد في اتحاد السلاح قبل ما يتقدم باستقالته لاسباب خاصه بيه او الاعتزال. عاوزين ده نشوف ده في كل، عايزين نشوف كل الاتحادات، عندنا نجوم كتير وعندنا اساطير كتير في كل الرياضات، سواء كانت جماعيه عندنا في الجو مصارعه او في الملاكمه، عندنا موجودين. لو اتكلمت وقلت ليه ما دياب مش موجود في الجهاز الفني المنتخب، اقصد كل حرف بقوله ده لاكتر من سبب، اهمهم بالنسبه لي انه يعلم تماما خبايا اللعبه، عارف خباياها ومخاطرها، وعارف كل صغيره وكبيره، بطل عالمي، بطل اولمبي، عارف حتى كمان المنشطات، عارف التركايه بتاعت المنشطات. انا مش هتكلم عن ملف المنشطات وكيفيه اختيار المدربين في اتحاد رفع الاثقال، رغم علمي ببعض الامور اللي ممكن تاثر على مستوى لعبه رفع الاثقال في مصر، ولكن مش وقته، مش وقته النهارده. كلامي بس عن الاستعانه بالخبرات الفنيه اللي تمتلكها مصر، تمتلكها الرياضه المصريه، وتمتلكها بلدنا من ابطالنا، الكوادر اللي موجوده الاستعانه بيهم بيتم في الدول العربيه، الدول العربيه والافريقيه والاوروبيه بيستعينوا باولادنا، واحنا ما بنستعينش باولادنا. واحد زي محمد ايهاب ده بيسافر يدي زي ما قلنا محاضرات ويدي كورسات بره في اكبر جيم اثقال في العالم، بيروح وبيستعينوا بيه. اتمنى يتم تدارك الامر بجد، لان دي مصلحه بلدنا، دي مصلحه البلد دي، ولادها يقدروا يشيلوا الراي، ولادها يكونوا يقدروا يبقوا مدربين شار، عايزين الفرصه، لازم نستعين بيهم. حته ان انا هجيب فلان علشان فلان ولا علان، الكلام ده بطل، الكلام ده بطل بجد. لازم نستعين الابطال الاولمبيين اللي عندهم الخبره والكافيه ان هم يفيدوا الناشئين والشباب بتاعتنا. ما سيبش بطل اولمبي ومدرب
وعنده دراسات دوليه وعنده ماجستير يعني راجل رياضه قاعد في البيت او شغال بيدرب في جيم خاص ولا بتاع، لا انا استفيد منه كبلد كاتحاد. هي دي الفكره، يعني احنا بنوصل بس صوتنا رساله، استعانه باولادنا يستحقوا، ولاد مصر احق يعني بالاماكن اللي واخدينها ناس ما يستحقوهاش. كاميرا ملعب الابطال كانت في منافسات بطوله افريقيا لرفع الاثقال، تعالوا نشوف اللقاءات بعض اللاعبين المشاركين ونرجع نكمل حديثنا تاني. استعداد على دوره على بطوله افريقيا مستعدين لها من 3 شهور من البطوله قبل البطوله العربيه بشويه، والحمد لله ربنا كرمنا فيها يعني، وباذن الله الجاي عندي دوره افريقيه بشهر 15/3 باذن الله ربنا يكرمنا فيها ونحقق 3 ميداليات ذهب باذن الله. لا بسم الله ما شاء الله احنا يعني كمجموعه تيم رفع اثقال كويس جدا كمستوى اولمبي كمستوى عالمي كمستوى افريقي، الحمد لله كل واحد فينا بيعمل اللي عليه في المرحله بتاعته، والحمد لله يعني ربنا يكرمنا باذن الله بميداليه اولمبيه باذن الله. بدي اشكر يعني الاتحاد المصري، واجواء البطوله كويس الحمد لله، وكانت المنافسه كثير قويه وما حصلت على ميداليه، كانت تجربه جميله وان شاء الله خير. استعدادات كانت مده 3 اشهر وكانت صعبه علينا في المرحله دي بس تعدينا الحمد لله، وكان في ميداليات من البنات اللي معنا بالوفد، و بدي اقدم تحيه للمغربيات كلها. اول حاجه على التتويج بالذهب 3 مرات، وهذه بالنسبه لي 10 مرات على التوالي بطل افريقيا. بالنسبه للتنظيم في مصر يعني زي ما تقولوا انتم يعني تنظيم باهي، ما كانش صعوبات يعني حتى في التنقل ولا يعني حاجه معتبره حاجه معقوله يعني، يعطيكم الصحه وتنظيم كويس. الحاجه يعني فن منتخب تونس كله لحمه واحده يعني، بنات ولا اولاد يعني لحمه واحده مجموعه واحده جروب واحده بالتونسي يعني نقولوا، يعني الحاجه يعني تاع الناس كل نقفوا معاه هذه فوق ناس كل نشجع بعضنا، الحمد لله يعني اللحمه هذه متواصله من جميع الاصناف يعني في رياضيين جدد يعني وفي رياضيين قدم منهم يعني، الحمد لله يعني مجموعه واحده ناجحين. هو تنظيم كويس جدا في اسماعيليه عشان دي دوره مؤهله لاولمبياد باريس، وكنا باجي عشان اشجع اللعيبه زمايلي والمدربين برضو في منهم زمايلي، وبنشجعهم لوجودنا في البطوله. لا انا بحب اللعبه حتى لو انا مش بلعب، زمايلي بشجع اللعيبه بشوف نفسي ان انا لسه بلعب. روح جميله من بطلتنا الكبيره عصمت، طبعا هي نزلت ولكن بتروح بتؤازر زميلاتها وزمايلها في البطولات، بصراحه شعور جميل جدا من عصمت منصور بطله كبيره برضو. شوف دي حاجه مش مطلوبه منها ولكن عملتها، بتعملها بروح ليه؟ علشان هي بتحب اللعبة، دي الفكرة. عندنا ناس كتير بتحب ألعبها وتحب المكان اللي هي نشأت فيه وتربت فيه، خلوهم موجودين. سؤال حلقة النهاردة بعد انتهاء الأدوار التمهيدية، من ترشح للفوز بدوري الكرة الطائرة؟ هناخد كده ترشيحات حضراتكم. منى المغربي بتقول اتوقع اهلي وزمالك في النهائي واتعشم تتويج الاهلي، ابقى افضل لكابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح ان شاء الله. طبعا ايقونات كبيره احمد صلاح طبعا وعبد الله عبد السلام. سامي علي من بين الفرق الثمانيه الصاعده من الدور التمهيدي دور الترتيبي تنحصر المنافسه على اللقب بين الاهلي والزمالك واللقاء هذا العام التكهن بنتيجته. لما يملكان لاعبين على مستوى عال ومتقارب فيما بينهما، واتوقع بعد لقاء قمه بعد لقاء قمه مثيره وممتع ان يتوج الاهلي باللقب 34 للدوري المصري في تاريخه. طبعا يعني دي التوقعات ودي الترشيحات. كل يوم بيكون معانا اسطوره رياضيه كتب التاريخ في مسيرتها الرياضيه، اسطوره حلقتنا النهارده لاعبة الفروسية الألماني، لاعب الفروسية الألماني عفوا كليمك الحاصل على 30 ميدالية في جميع البطولات العالمية منهم 8 ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية. تعالوا نتعرف على سيرته الرياضية ونرجع تاني.
تفاصيل كتير في حلقتنا النهارده، خلونا نبدا بالعناوين. مواجهات قويه لريش الطائره المصريه في بطوله افريقيا. الجودو يضمن مقعدين في اولمبياد باريس. لاعبا التايكوندو احمد وائل واياش حاتا يتاهلان لاولمبياد باريس. العاب القوى يحقق 9 ميداليات في دورة الالعاب العربية للسيدات. مروان الأماش يغيب عن بطولة العالم للسباحة. اتحاد الطائرة يعلن مواعيد مواجهات دور التصنيف للدوري. معسكر خارجي لمربي الناشئي الكرة الطائرة في إيطاليا. منتخب السلة يحدد موعد السفر لقطر للمشاركة في دورتها الودية. ريباكينا تفوز بلقب بطولة أبو ظبي للتنس. ووريورز يفوز على فينيكس في دوري السلة الأمريكي. واشنطن يفوز على بوسطن في دوري هوكي الجليد الأمريكي. دي كانت العناوين، فاصل قصير ونعود للتفصيل. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. هنبدأ تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة من أخبار بطولة أفريقيا لريش الطائرة اللي تقام في مصر خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، وأسفرت فرق الرجال عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر وزامبيا وأوغندا، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من جنوب أفريقيا نيجيريا موريشيوس والكاميرون. نتمنى التوفيق طبعا لمنتخبنا منتخب مصر الرجال، بينما أسفرت قرعة السيدات المجموعة الأولى كانت جنوب أفريقيا الجزائر موريشيوس الكاميرون، مجموعة الثانية مصر أوغندا نيجيريا. إذ بلقب البطولة هيصعد في طبعا في الفرق الرجال والسيدات هيصعد لبطولة العالم المقبلة المقررة في إبريل المقبل بالصين. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني وطبعا والتأهل لبطولة العالم. ريش الطائرة ماشيز جدا في الفترة اللي فاتت دي، بطولات كتير، مشاركات كتير من أبطالنا. البطولة دي مهمة جدا جدا لمنتخباتنا، بتمنى إن شاء الله كده التوفيق للاعبينا ولاعباتنا في الريشة الطائرة. ودي الحاجة المهمة، إن احنا ألعاب زي دي احنا كنا بعيد عنها، ولكن دلوقتي في بروتوكولات وتوأمات معمولة مع جامعات ومع اتحادات بيرفع من مستوى اللعبه. نتمنى ان شاء الله كده نشوفها على منصات التتويج الاولمبيه. من اخبار الجودو، الاتحاد المصري للجودو برئاسه الاستاذ مرزوق محمد اعلن النهارده عن ضمان مقعدين لمصر في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 بناء على التصنيف العالمي واللي من الاتحاد. المقعد الاول باسم يسري سامي لاعب منتخب مصر صاحب ال 20 سنه اللي صعد للمركز 20 في التصنيف الاولمبي لوزن 60 كيلوغرام، كده بيدخل ضمن الكوتا المخصصة للتصنيف العالمي المؤهل لأولمبياد أو للأولمبياد. المقعد الثاني عمر الرملي لاعب منتخب مصر أيضا اللي عنده 19 سنة
من خلال طبعا الكوتا القاريه في منافسات وزن 90 كيلو جرام، وعندنا كبيره جدا في تاهل لاعب ثالث والاقرب للتاهل ان شاء الله محمد عبد الموجود في وزن 66 كيلو جرام من خلال الكوتا القاريه ايضا. الجميل ان الثنائي يسر سامي وعمر رملي لعيبه صغيرين في السن وليهم مستقبل في الجودو، ونتمنى الله نشوفهم في منصات التتويج الاولمبيه. عندهم بطولات عالم ناشئين وشباب، وبيقول او المعطيات بتقول انهم جايين في الطريق. واللي كنت بتكلم فيه قبل كده ان لاعبين زي دول لو حتى هيسافر دوره مش هيعمل حاجه، لا ده هسفره. ليه؟ لان هو ده اللي انا هاخد منه بعدين. وعندنا كمان محمد عبد الموجود اللي نتمنى ان شاء الله تاهله، صاحب ال 30 عام، وان شاء الله باذن الله تكون يعني الجودو يرجع جاده تاني. اخر ميداليه طبعا لمصر كانت ميداليه في بكين، في بكين 2008، واللي حققها طبعا بطلنا قبله طبعا كان الاسطوره محمد رشوان، الاسطوره الاقيه. عشان نعرف ان التاهل الاولمبي في الجودو، معانا مع حضراتكم على الهاتف الاستاذ مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو المصري. ازيك يا فندم؟ ازيك، اخبارك ايه؟ وشكرا على متابعتك لينا ودعمك لينا المتواصل، يعني بجد احنا مش عارفين نشكركم ازاي على دعمكم لينا. يعني تستاهلوا طبعا. والجودو المصري احنا شايفين الفتره دي ما شاء الله في شغل معمول على الارض، شغل معمول في البطولات، وعدد المشاركين والقاعده ما شاء الله بدات تزيد بشكل كبير في مصر. والله الحمد لله، ده كان هدف لينا من اول يوم. احنا اول ما استلمنا احنا قعدنا خطه واشتغلنا، ان انت عارف ان اي قوي لازم يبقى عنده قاعده قويه طبعا، غير يعني فاحنا اشتغلنا على بناء قاعده، فاحنا اشتغلنا من تحت، وبقى عندنا قاعدة ناشئين كبيرة جدا وقاعدة شباب كبيرة جدا، وهي دي اللي تقدر تستمر معاك وتخليك اتحاد ناجح. الشباب والناشئين دول هم دول اللي هيقفل لفترة كبيرة. فاحنا أول ما بنينا قاعدة الناشئين وقاعدة الشباب الحمد لله كسبنا بطولة أفريقيا شباب وبطولة أفريقيا ناشئين سنتين على التوالي، أول ترتيب عام ولاد وبنات، وده كان نتاج جهد كبير. اشتغلنا بعد كده المرحلة اللي بعد كده ان احنا يبقى عندنا ميدالية في بطولة عالم، ربنا كرمنا ويسري عمل ميدالية في بطولة عالم شباب. شغالين دلوقتي ان احنا كمان عندنا خطة بنشاء اولمبياد الشباب 2026، شغالين في منتخبات 13 سنة و14 سنة عشان برضو ما تيجي اولمبياد الشباب يبقى احنا مستعدين. عندنا الخطة طويلة الاجل، شغالين على لوس انجلوس 2028. الحمد لله الموسم المحلي عندنا بقى قوي جدا، حجم المشاركات والانتشار عندنا كبير جدا. احنا عندنا بطولات دلوقتي بيشارك فيها حوالي 4000 لاعب و3000 لاعب، وده رقم ضخم جدا. احنا الاعداد عندنا يعني مش تضاعفت، بقت 3 اضعاف من الاعداد اللي كانت موجوده قبل كده. كل ده بيدينا قوه، لان احنا قوه اي اتحاد من قوه الموسم المحلي، واحنا عندنا الحمد لله الموسم المحلي بقى قوي جدا جدا يعني. بالتاكيد، وده اللي احنا شايفينه واضح الفتره اللي فاتت. طيب عايزين برضه حضرتك تشرح لنا كده ازاي تم حسم المقاييس سامي وعمر رملي من خلال او الكوتا. احنا عندنا في الجودو مختلف شويه عن الاتحادات الثانيه، احنا عندنا التاهيل بيقفل في شهر 6. تمام. احنا عندنا اول 17 بس هم اللي بيتاهلوا. التاهيل عندنا صعب جدا جدا جدا، غير العاب تاني كتير. احنا اول 17 بس في الترتيب الاولمبي هم اللي بيتاهلوا للاولمبياد. فاحنا الحمد لله يسر اسامي قدر بعد اللفه الاخيره اللي هي كانت بتاعه البرتغال وفرنسا، ان هو وصل سيمي فاينل في بطوله الجائزه الكبرى في البرتغال، حصل على 252 نقطه، دخل جوه التاهيل الاولمبي المباشر، ان هو متاهل دلوقتي مباشر لاولمبياد باريس. عندنا في تاهيل القاري، عندنا اعلى واحد في الرانكينج دلوقتي هو عمر الرملي، عنده 18 سنه ويسر عنده 20 سنه، بيجي وراه محمد عبد الموجود قريب من عمر الرملي. ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا في مصر، ودي من اهم المحطات للتاهيل للاولمبياد، لان اللي بياخد اول افريقيا بياخد 700 نقطه، وده رقم كبير جدا كويس جدا جدا. اللي هيحصل على 700 نقطه ده بيقربه جدا. فاحنا ان شاء الله احنا خطتنا وهدفنا ان احنا ناهل ثلاث لاعبين للاولمبياد، لو يسري وعمر الرملي تمام ويخش، لو عبد موجود ربنا كرمه وخد ال 700 نقطه، عندنا عبد الرحمن عبد الغني. يعني المنافسه انا مش عايز احصر في اسماء معينه، انا المؤهلين فعلا دلوقتي داخل الاولمبيك باريس، لو الاولمبياد بكره هيبقى عندنا يسري سامي وعمر الرملي. بعد بطوله افريقيا ان شاء الله هيبقى الموضوع مختلف شويه، اللي هيحصل على اول افريقيا ال 700 نقطه دول هيودوه في مكان تاني كويس. وعندنا كانت بطوله بقى مش بطوله افريقيا بس، احنا عندنا في جراند سلام بتاعت اوزبكستان، وعندنا جراند بري بتاعت طشقند، وعندنا جراند سلام بتاعت انطاليا، وعندنا
في يعني في كذا بطوله تاني غير بطولات افريقيا، عندنا بطوله العالم في ابو ظبي دي برضو عليها نقط كبيره جدا. فاحنا لغايه 30/6 الاولمبي كل ما بنجمع نقط اكتر، يعني احنا هدفنا دلوقتي المحافظه على الاثنين دول جوه التاهيل. يسري احنا كويس. هنفضل لازم نحافظ عليه ان هو يفضل على طول طيب مؤهل وجوه التاهيل الاولمبي. عمر اصابه، عنده اصابه، صبر الواد صليبي، هل ان شاء الله هيتعافى والتاهيل ده قبل الدار الاولمبيه؟ احنا خلاص النهارده احنا في شهر 2. لا لو هو هيعمل رباط صليبي مستحيل، لان هو دلوقتي هو المدرب الياباني بتاعنا طلب منه يبعتها لليابان بكره تمام. يشوف الرد الاقل، هو لازم الجراحه دلوقتي يستنى بعد الاولمبيات، واليابان هيرد عليه خلال يومين ثلاثه تمام، ورده ممكن يكمل ويلعب بالبطوله الافريقيه ويلعب بالاولمبيات. خلاص هيبقى ده راي الدكاتره، لو خلاص لازم هي اوتوماتيك بيخش الدو بعد رملي بيخش اوتوماتيك مكانه، بيتاهل مكانه ما فيهاش مشكله خالص، ويخش الثالث لو حصل على نقط اعلى يتاهل بالكارت. طيب يعني الكوتا 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 كم، او يعني مصر مثلا لينا كم مقعد، او الكوتا واحد كم؟ كوتا واحد، واحد بس في الميزان الواحد؟ لا مش في ميزان، في كل الموازين كلها انت ليك واحد بس يتاهل بالكارت عن التاهيل القاري. انا يعني بتكلم على التاهيل العام، يعني التاهيل العام. حسب اي حد يبقى في ال 17 الاولانيين بيتاهل مباشره، وانت ليك واحد بس يتاهل تاهيل قاري اللي هو اعلى نقط موجوده في البلد نفسها. اعلى نقط واحد موجود دلوقتي هو رملي تمام. افترض رملي مش هيلعب، هياخده الراجل اللي بعده اللي هو اعلى نقط اللي موجود تمام. اللي بعده احنا قلنا عبد الموت محمد عبد، لغايه دلوقتي يعني احنا برضو لغايه جايز ان احنا، لا ربنا ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيه ويكون جاهز باذن الله. يعني شاب زي ده احنا بالنباب هم اللي ليهم الحق ان هم يكونوا موجودين في دورات الالعاب الاولمبيه، لان دول هناخد منهم بعد كده ان شاء الله. لا وكلهم موجود، لا بطل كبير جدا. لا محمد عبد الموجود طبعا واحد من الاسماء كبيره يعني بطل يعني حاجه محترمه جدا وبطل كبير. احنا نتمنى ان ناهل اكبر عدد ان شاء الله، وان شاء الله ربنا وفقنا. وانت زي ما حضرتك قلت التاهيل للاولمبياد في حد ذاته ده حاجه كبيره جدا يعني. بالتاكيد. اشكرك جدا كابتن، والله يعني اثرتنا طبعا بالحديث عن الجودو، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجودو المصري. اتمنى يرجع الجودو للامجاد، هل ممكن التصنيف يخدمنا ان شاء الله؟ هل ممكن القرعه تخدم في الاولمبياد؟ الله، الجودو من الالعاب اللي فيها الدول، مش هقول لك لا، دول بتتنفس جودو. تتكلم اليابان مثلا، اليابان، روسيا، ايران، باكستان، يعني بص كل ما هو كمان دولة جدا في الجودو. انت لما تدخل وتعمل ميدالية وان شاء الله ربنا يكرم ولادنا وترجع امجاد جودو مرة تانية بالقاعدة اللي موجودة، احنا شو مورية للبراعم ما شاء الله عدد كبير جدا، وهو ده المطلوب. كلما زي القاعدة كلما هيكون عندك مواهب هتطلع اللعبه بعد فتره هتبقى من الالعاب زي الكاراتيه. الكاراتيه شوف قاعده الكاراتيه دي، احنا طال العالم احنا اللي مشفرين دلوقتي بدل ما نشفر اللعبه. طيب هنروح للتايكوندو. احمد وائل وشحاته لاعبه منتخب مصر للتايكوندو ضمن التاهل لدوره الالعاب الاولمبيه بالوصول للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا المقامه حاليا في العاصمه الغاليه دكار، علشان يرتفع عدد اللاعبين المصريين طبعا بعد سيف عيسى اللي كان ضمن التأهل من بطولة العالم في وزن 80 كيلوغرام. احمد وائل حقق نتيجة مميزة في البطولة الافريقية الحالية في منافسات وزن 60 كيلوغرام دور ال 16، وكان بطل اثيوبيا 2-1 في دور الثمانية، وفاز لاعب كافيرد 2-0، وفي ابنائي البطل مالي 2-1. اما ياش حتى تأهلت في منافسات وزن 67 كيلوغرام في بطولة افريقيا، واللي من خلالها تأهلت لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الفوز على بطلة النيجر 2-0 في مباراة الدور قبل النهائي. ألف مبروك لتندو. من الرياضات اللي احنا عندنا وطموحات كبيرة بصراحة، ألعاب طبعا اللي دخل الجدول الأولمبية من ريو دي جانيرو، عفوا من أثنا، مع تامر بيومي بملاك وسيف عيسى. ونتمنى إن شاء الله يكون اكتر عدد من اللاعبين ان شاء الله. امبارح طبعا تم تاهل عبد الرحمن محمود بعد تحقيقه بطوله افريقيا للبارا تايكوندو، وسلمى علي كمان. يعني حتى البارا تايكوندو او منافسات البارالمبيه في التايكوندو ما شاء الله عندنا متاهلين وعندنا ابطال كمان. والتاهل الاولمبي لباريس بيكون بنظام الكوتا، طبعا بنتكلم على البارا تايكوندو.
مصر ليها 4 لاعبين فقط، الاثنين سيدات، ونتمنى التواجد في باريس بالكوتا الكامله ونحقق ميداليه زي ما شفنا فيه. كان عندنا 2 برونز، هدايا ملاك وسيف عيسى زي ما قلنا. ايه بنعول عليهم الكثير طبعا، هدايا اعتذرت، سيف عيسى بنعول عليه الكثير، بطل كبير وعنده خبره كبيره، نتمنى ان شاء الله نشوف التايكوندو على منصه التتويج. نروح لاخبار العاب القوى. مصر بتحقق 9 ميداليات في دوري الالعاب العربيه للسيدات المقامه حل في مشارقه بالامارات، بواقع 3 ميداليات ذهبيه و3 فضيات و4 ميداليات برونزيه. الميداليه التاسعه اللي حققتها بعثه مصر مشاركه في البطوله كانت او من لاعبات المشروع القومي الموهبه بطل اولمبي. بالميداليات اللي اتحقق جت في المركز الثاني في الترتيب العام لمنافسات العاب القوى، وحققت لاعبه شيرين شعبان ذهبيه مسابقه رمي الرمح، وحققت لاعبه نور عبد مسابقه السباعي المركب وفضيه الوثب الطويل، وحققت اللاعبه ايه وليد ذهبيه مسابقه الوثب العالي وفضيه الوثب الثلاثي، وحققت اللاعبه شهد كامل السيد برونزيه السباعي مركب، كما حققت اللاعبه شذا حسام برونزيه 200 متر، وحققت اللاعبه رحمه عادل برونزيه 400 متر حواجز، كما حقق فريق المشروع القومي برونزيه سباق 4 في 100 تتابع المكون من رحمه عادل مختار، شاهد كامل السيد، ايه وليد الدياسطي، شاذا حسام احمد. البطوله طبعا شارك فيها 11 دوله في منافسات العاب القوى. وقالت او اتقال ان كان معك في اشاده بتنظيم دوره العاب عربيه خاص بالسيدات، واللي منحت انديه كتير ومنتخبات كتير او يعني لاعبين كتير او لاعبات يعني كانوا ممكن صعب يشاركوا مع منتخباتهم، منحتهم الفرصه انهم يشاركوا في بطوله زي دي او دوره العاب للمراه زي دي، واصبحت حاجه وبقينا بنحقق فيها انجازات، لان زي ما حضراتكم عارفين بان الرياضه النسائيه دلوقتي كمان بالتحديد اصبحت 50% زي الولاد، يعني لو قلنا الولاد 50 السيدات 50، وده اللي ظهر في دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020 لما مصر حققت 6 ميداليات، 3 اولاد 3 بنات، والذهب كان لفريال اشرف، يعني المراه المصريه قادره على تحقيق الانجازات. بكده تكون خلصت تفاصيل اخبار حلقتنا النهارده، هنخرج لفاصل وبعد الفاصل هنستقبل ضيف حلقتنا النهارده الدكتور يوسف حسن عضو مجلس اداره اتحاد الكره الطائره، حديث مطول عن الكره الطائره المصريه وكل تفاصيلها، انتظروا الفاصل. الكرة الطائرة المصرية بخطوات ثابتة تسير نحو الطريق الصحيح سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وهذا من كل الرياضات، إعادة الهيكلة، إعادة التخطيط للوصول إلى أعلى المستويات مع المنتخبات القومية بالتحديد. عشان كده هنتكلم عن الكرة الطائرة بالتفصيل مع الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة. ازيك يا دكتور؟ أهلا إبراهيم بيه، منور الدنيا والله. الله ينور حضرتك. الخريطه ما شاء الله شايفين انها بتاعتها الاجواء اليومين دول النهارده واحنا نقول لو الطايره فيها بقى دلوقتي فساد بقت قويه جدا بصراحه على المستوى المحلي. تمام، انا امبارح كنا بنتكلم حتى على موضوع ان هل المنافسات المحليه في مصر تولي خبات قويه ام لا. اكيد، فاحنا شايفين دلوقتي موضوع التصنيف الترتيب او الترتيب والبلاي اوف اللي بيزود المنافسه وبيدي فرص لانديه تانية طلع وخسر او كسب بيرجع تاني ممكن يعيد ترتيب اوراقه. شايف الموضوع ازاي وكانت خطه الاتحاد من البدايه ازاي؟ الحقيقه البلاي اوف اللي عمله كابتن عمرو مخلوف بقاله 3 سنين زي ما حضرتك شايف، احنا الحمد لله جميع بطولات افريقيا وخدنا البطولات كلها، صعدنا في كل المراحل لبطوله العالم، اتاهلنا لباريس 2024،
اتأهلنا لدورة الألعاب الأفريقية في أكرا غانا الشهر الجاي إن شاء الله. فالنظام اللي موجود الحقيقة إبداع وعمل طفرة كبيرة في الكرة الطائرة خلال وقت قصير جدا. الاتحاد رئاسة المهندس ياسر قمر يعني اعتمد هذا النظام وأخذ على عاتقه إن هو يطور النظام باستمرار علشان نقدر الجيل الجديد للكرة الطائرة في مصر. قدام كتر قبله بلاء وعملوا نتائج هايلة. آخر حاجة كسبنا بطولة أفريقيا في عندنا كانت في القاهرة هنا، كانت غايبة بقالها سنين. في البنات السيدات يعني برضو طلعنا التاني بعد غياب 20 سنة طبعا. فآخر حاجة الحمد لله كنا في ليبيا منتخب 17 أو المرحلة السنية أول مرة يتعمل فيها بطولة أفريقيا نتأهل لبطولة عالم. خدنا بطولة أفريقيا في هذه المرحلة السنية الصعبة ما شاء الله. الولاد ما شاء الله البطولة لبطولة أفريقيا الحقيقة ما شاء الله ما حدش خد منهم شوط. الحقيقة احنا عملنا نتيجة كبيرة. معانا عبقري اسمه كابتن أحمد السيد طبعا. قدر في خلال 5-6 أشهر ان هو يعمل منتخب يعلم الولاد من جديد، يجهزهم للدخول للمنافسة في بطولة أفريقيا. هو عارف تماما ان مصر دايما بطل، مصر بتنافس على المراكز لو الوصيف ده بيبقى نادر جدا يعني صح. احنا بناخد الكاس دايما. فدي ده كان تارجت ودي كانت مهمته. هو نجح في المهمه بدرجه امتياز. كانوا معايا هنا في حلقه بصراحه. ولا تفرح بصراحه. كابتن احمد محتويهم كويس جدا واب يعني ما شاء الله عليه يعني. والخامات اللي موجوده كمان فيها انتقاء جيد. كابتن احمد بالشغل اللي له هينقل تانية بالولاد دول. شغال على يعني سيستم جديد خالص غير اللي احنا كنا بنشتغل عليه من 20-30 سنة فاتت يعني. انا بقول لحضرتك ان شاء الله الولاد دول هيسمعوا في بطولة العالم وان شاء الله هنجيب ميدالية. الاتحاد مهتم بيهم قوي نتيجة ان الراجل اللي شغال راجل انجز وعمل مجهود كبير وحقق بطولة كبيرة في ليبيا زي ما قلت حضرتك وسط جمهور كبير. كنا بنلعب برا الارض الولاد يواجهوا جمهور يعني. جهاز فني موجود مع الكابتن احمد على اعلى مستوى. احنا دلوقتي شغالين مش على فكرة احنا بس نجيب بطولة، لا احنا بنحسن الاداء وبنفكر في العالمية. في معانا يعني الدكتور بلال موجود في المنتخب. بلال دول زي ما حضرتك قلت ان شال مترين ومترين دكتور بلال عامر. دكتور بلال عنده مهمه كبيره جدا، راجل متخصص في علم الحديد في التاهيل. الموضوع مش موضوع بدني وبس انت. وكان لاعب كمان. كان لاعب كبير في العاب دمنهور. مظبوط لو كان ايوه استاذ في كليه التربيه ده جامعه اسكندريه. هو كواليفايد في كل حاجه وصديقي ودفعتي. ده يعني وانا الصداقه. لا لا من الناس اللي شاطرين جدا يعني. بصراحه يعني. فاحنا زي ما انت قلت حضرتك ان انت شفت اطوال واولاد ما شاء الله ومعديين الاتنين متر. تربيه الاولاد دول وانت يجي لك خامه زي دي تقدر تشكلها وتظبطها هو مش فولي بس. الفولي الكابتن احمد تمام وكابتن مدبولي الجهاز اللي معاه وكابتن الماحي. الناحيه الثانيه بقى بتاعت علم الحركه البايوميكانيك طبعا. ايوه البايوميكانيك ده مهم جداً. طبعا الحقيقه طور الولاد قوي مجرد ما قلنا له وحطينا ملاحظاتنا. ودلوقتي حاليا الحمد لله عندنا اولاد يعني عندهم طول فارع محتاجين اخو كده علشان نزود الوزن. كل ما نزود وزن اللعيب كل ما يدي اكتر في الملعب يعني. احنا بنشتغل بفكر جديد يعني. وقريب هيبقى فيدي نفسي برضو عشان نوضح حاجه. زياده الوزن هنا زياده النمط العضلي بالظبط عشان بس ممكن حد يسمع الوزن الدهون ويتخلى. احنا مش عايزين نخش في تفاصيل عشان النمط العضلي. يعني طبعا حضرتك متخصص وكده فكلام علمي مظبوط 100%. هو اللعيب كل ما وزنه كان متناسب مع طوله كل ما ادى في الملعب كل ما يقدر يكمل المباراه كل ما كان اداؤه قوي جدا. احنا دلوقتي الحمد لله بنشتغل بعلم مع الفرقه. انا مشرف على التيم دوت وانا موجود باستمرار في التدريب يوميا لمتابعه الاولاد ومتابعه الكابتن احمد. والحقيقه انا ان شاء الله متوقع طفره كبيره هيعملها العبقري الكابتن احمد السيد ان شاء الله. انا ببقى سعيد جدا بال يعني ممكن فريق اول يحقق بطوله مثلا افريقيا ببقى سعيد، ولكن بسعد اكتر بالشباب هم امل مصر. هو لما يكون عندي قاعده قويه انا اكون عندي قمه قويه. هنبني. وبحزن قوي لما يتم عدم الاهتمام بالشباب دول بعد كده. بتكلمش على الاتحاد الكوره بتكلم على الرياضه عامه. تمام. لذلك احنا في مصر بنحقق على مستوى الشباب دورات الالعاب الاولمبيه الشباب نطلع نجيب ذهب وفضه نيجي في الاولمبياد كبار
الولاد دول بنظام بعض الشغل الخاطئ بيتحرقوا زي ما بنقول حصان الحرق، عمليه الحرق بدري بدري ما لهمش لما يكبروا. فالخطه السليمه اللي بتمشي مع اولاد اللي عندهم 17 سنه، لان دول 17 سنه على اولمبياد 28 احنا بنتكلم هيكون عنده 25 سنه هيكونوا هم دول منتخب مصر، هم عماد المنتخب. فالخطه العلميه من هنا يعني يكون هم دول اللي عليهم العين للاولمبياد 28 بالتحديد لوس انجلوس او بعض العناصر منهم، كيفية الاهتمام ووضعهم في حضانة علمية زي ما حضرتك بتتكلم. انا زي ما بقول لحضرتك في خطة محطوطة، بدء بكابتن عمرو اقر الدوري المرتبط تحت 15 سنة مع الدوري الممتاز، نقط الدوري المرتبط مؤثرة في ترتيب الفرق في الدور التمهيدي، الانتقاء تم من خلال الدوري المرتبط، البداية مع الولاد والشغل. سيد حط خطة، احنا كنا بنعلم الولاد من اول وجديد. مظبوط. الولاد تعبوا، اولياء الامور تعبوا معانا، الانديه تعبت، الوزاره موفره لنا كل الدعم، الاتحاد برئاسه المهندس ياسر القمر موفر كل التسهيلات. هم ان شاء الله الاسبوع الجاي او الايام القريبه القادمه هيبقوا في ايطاليا في محطه من محطات الاعداد لبطوله العالم. هنلعب في بطوله كبيره فيها منتخبات من مدارس مختلفه. سؤالي بقى هنا، اتفضل يا فندم، وعايز بسرعه الاجابه، مين اللي اختار ايطاليا؟ الخبير الاجنبي بيرسي اونكن اللي معانا هو بيحط الـ 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 البرنامج. ايطاليا مدرسه كبيره في كره الطايره. بالظبط. وهيبقى في مدارس من امريكا اللاتينيه، تركيا موجوده، بلجيكا موجوده، عندنا برضو كرواتيا موران موجوده. تمام. مدارس مختلفه، هم في نظام معمول الايفنت ده نظام جديد شويه حلو قوي. كويس. طبعا بطوله بقالها 25 سنه بتعمل يعني. تمام. احنا هنلعب باولادنا الصغيرين رغم ان البطوله اكبر مننا سنا، مش مشكله، عشان نستفيد. مظبوط. لان احنا عشان ننافس في بطوله العالم لازم نلعب مع ناس اكبر مننا. مزبوط. شويه عشان الاولاد ياخدوا وتتشال منهم رهبه اوروبا والملعب والدنيا دي كلها. فكره روعه. هما بيعملوا نظام الاول، الفرق اللي رايحه تلعب باربع خمس ايام بيعملوا ماتشات وديه. تمام. بعد كده بيبتدوا يقسموا الفرق مجموعتين، يعملوا منافسه بينهم، يطلع اتنين من هنا واتنين من هنا يعمل، والاتنين اللي وصلوا يلعبوا فاينل في النهايه. تمام. فهو الحقيقه تدريب في بطوله وفيها فرق منتخبات اوروبا وامريكا اللاتينيه واسيا، ان شاء الله محطه مهمه جدا من محطات الاعداد. انا واثق ان الولاد ان شاء الله في من خلال البطوله هيتنقلوا نقله تانية، عشان بعد كده نكمل معاهم في بطوله اخرى برضو ومعسكر اخر لغايه لما نوصل لبطوله العالم في اغسطس ان شاء الله 2024. وده حاجه جميله جدا، واحنا يعني شايفين بصراحه يعني الانجازات اللي بتحققها الكره الطايره بالخطط الجميله، يعني امشي كده الدنيا هتمشي صح. طبعا. حتى على مستوى بالظبط دلوقتي في فراغ في كره الطايره للسيدات، عندنا محترفات في امريكا هي دي بقى الفكره ما شاء الله يعني. كمان الدوري ادى ايه لمنتخب مصر. طبعا. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، يعني احنا اتكلمنا عن الجيل من اللاعبين واللاعبات والاولاد، احنا في جيل من المدربين برضو ماشي بالتوازي مع يعني احنا دلوقتي الحمد لله عندنا جيل جديد من المدربين، هيبقى في مدربين بشكل ثاني يعني. كويس قوي. ادينا لهم الفرصه، وفي ناس عملت نتائج كبيره وخدوا بطولات افريقيا وراحوا بطوله العالم برضو، خدوا رانك يعني. احنا اي نعم متعودين على الرانك اللي بنعمله ده بقالنا فتره كبيره. باذن الله بوعد حضرتك من بطوله 17 لا هيبقى لنا شكل تاني، احنا شغالين على دوت يعني. احنا عايزين نفضل ايه زي ما كنا، لا عايزين نتحرك لقدام شويه بالتاكيد يعني، لان احنا عايزين نحاكي برضو منتخبات تانية في العاب تانية زي اليد، وزي يعني عندنا ما شاء الله انجازات. حضرتك من بدايه الحلقه كنت بتعرض ناس ما شاء الله في الخماسي الحديث وفي الجودو وتايكوندو، كله رايح باريس 2024 يعني. هو الفكره كلها والله دكتور، هي مفيش حاجه بتيجي صدفه في الرياضه طبعا. شغل. دايما 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 بقولها والله، الرياضه بالذات ما فيهاش صدفه. زمان يعني زمان في الثلاثينات والاربعينات والخمس ممكن الفنون الفرديه بتلعب الاجتهاد تلعب دور، او الاجتهاد بيلعب دور يعني. ولكن دلوقتي الرياضه اصبحت 1+1=2، انت العلم اللي عندك بتطبقه ازاي النتيجه بتيجي. بالظبط. مفيش حاجه اسمها فهلوه في الرياضه النهائي. واحنا يمكن احنا ده في البطولات برضو، البطوله اللي كنا بنلعبها في ليبيا معانا الدكتور حمام بسيوني اخصائي العلاج الطبيعي استاذ التربيه الرياضيه برضو. طبعا. احنا عندنا لعيب مهم جاله سبين انكل. ثلاث ايام اهله ما شاء الله. ورجع يلعب. واحنا الفرقه دي الميزه اللي فيها اللي عاملها كابتن احمد سيد مش عامل نجم يعني، ما عندناش نجم في الفرقه. اي حد بيحصل عنده اي ظرف من الظروف في عندنا وفي عندنا اساسيين، الفرقه كلها أساسي. هو بيحط التشكيل في الماتش
حسب ما يتوائم مع ظروف الفرقه اللي قدامه. وده كمان واضح حتى من كلام الولاد ان في الفتره الصغيره دول اتربوا على كده. ان احنا كلنا بنلعب عشان مصر. بالظبط. بصراحه ودي كانت حاجه جميله وروح جميله جدا. مصر وهو راجل تربوي كبير الحقيقه، يعني تربيه الاولاد برضو مهتم بيها جدا، الثقافه الدينيه والثقافه الاجتماعيه، وان هو يخلق منه مواطن صالح مش بس يلعب وبس. ده هدف كبير طبعا. ودي حضرتك كلها انت عارف ان احنا باقل امكانيات بنحقق الانجازات دي يعني. لا ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الانجازات تكتر وتكتر يعني باذن الله. طب عايزين نتكلم كده عن بقى المنافسه، وحضرتك شايفها ازاي؟ يعني هل هينحصر او تنحصر المنافسه بين الاهلي؟ لا، البلاي اوف المره يعني احنا لا جابت محترفين. فهيبقى في منافسه كبيره، يعني مش عايز اذكر انديه بالاسم لكن معظمهم عندهم محترفين دلوقتي. تمام. دور ده بالذات يعني. فحضرتك هتشوف زي ما كنت بشوف قبل كده السنه اللي قبلها واللي قبلها المنافسه لغايه اخر لحظه، ما حدش عارف مين اللي هيلعب نهائي وكده يعني. فالدنيا يعني في فرق ما شاء الله، في مديرين فنيين تولوا الاداره الفنيه في فرق ثانيه كبيره، دول اصحاب انجازات يعني عالميه وافريقيا وكده، برضو مع الفرق بتاعتهم هيبقوا عملوا رقم يعني. بالتاكيد طبعا. اه طب معالي حضرتك قلت في مدربين دلوقتي ما شاء الله بداوا يظهروا، مدربين مصريين كمان. انا دايما شويه ايه يعني مع المدرب الوطني قلبا وقالبا. تمام. دور اللجنه العلميه في حد في عمل والدورات والصقل للمدربين والحكم، لان عشان يكون عندي لعيبه كويسين لازم يكون عندي مدربين. احنا حضرتك انا الدراسات الدولي يمكن في السيزون الواحد بيسند لنا تنظيم دراسات مش اقل من مرتين ثلاثه. حلوه كويسه. بتبقى مستويات، مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى تاني. الفرصة متاحة لكل مدربين مصر بيدخلوا المستويات الدولية. تمام. ده بيكون بشرط ان هو انجز مستوى محلي اكاديمي قبل كده علشان يدخل. في برضه رخصة ايه وبي وسي يعني؟ مسميات. احنا عندنا المستوى ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. تمام. تمام. بالنسبة للكورسات المحسمينارات معظم مناطق بالذات منطقة الجيزة اللي كان بيرأسها المهندس عماد الباهي اللي ماسك منطقة القاهرة، كان الدورات دي باستمرار بيعمل دورات تدريب وبيستعين بمحاضرين زي الدكتور وجيه حمدي استاذ التربيه الرياضيه واستاذ الكره الطايره استاذنا كلنا، ونخبه كبيره من خبراء الكره الطايره بيدوا الجدد والناس اللي المدربين اللي محتاجين صقل واللي محتاجين تطوير وفي متقدمه، يعني شغل كويس يعني. الفتره اللي فاتت دي صراحه المنطقة القاهرة ومنطقة الجيزة والمناطق في الصعيد وفي بحري عملوا دورات تدريبية كتير ودورات حكام. حلو قوي. اهتمينا بالعناصر الاساسيه للعبه علشان تتوفيق التطوير مع مستوى اللاعبين. ما عندك لاعبين مستواه عالي لازم يبقى في حكم عالي. صح. عالي وفي اداري عالي. مظبوط. ما ينفعش في اي عنصر من العناصر يبقى كده الدنيا لكن الحقيقه ماشيين بالتوازي في كل الاتجاهات وفي كل عناصر اللعبه. ده اللي عجبني بصراحه، وفتره صغيره عملت شغل حلو بصراحه. الحمد لله ده توفيق ربنا طبعا اولا واخيرا، وده عرق اللعيبه في الملعب والاجهزه الفنيه وتعب الناس دول، هم اصحاب الفضل. يعني اولا واخيرا الناس دي كلها هم اللي بيتعبوا وهم اللي بيكافحوا وهم اللي شايلين اسم مصر وهم اللي عاملين كل الشغل. بالتاكيد. طب هنكمل كلامنا لكن عندنا فاصل. اتفضل. هنطلع لفاصل قصير ونرجع تاني. بنرحب بحضراتكم مره تانية والدكتور يوسف حسن عضو اداره الاتحاد المصري للكره الطائره. دورة الألعاب الأفريقية إن شاء الله مصر مشاركة رجال وسيدات بإذن الله. المنافسة في دورات بشوية بتبقى مختلفة عن حتى بطولة أفريقيا. الموضوع بيبقى مختلف كده، الشكل مختلف، المنتخبات حتى بتكون شكلها مختلف كمان. في منتخبات ممكن يقول لك أنا هشارك بالصف الثاني. بالظبط. وفي منتخب يقول لك لا هروح بالصف الأول. إحنا هنعمل ايه بالظبط ورايحين بمين والتوقعات ايه؟ مصر هتلعب سواء في الريداد بالمنتخب الاول يعني، لان احنا طبعا بنسعى لان احنا نكسب البطوله ان شاء الله. تمام. عشان انت كلعبه جماعيه بتجيب ميداليه بتساعد في مجموع الميداليات، لان دي دوره العاب افريقيا بيبقى في متصدر الدوره وفي بطل الدوره وفي اللي تحته واللي تحته وهكذا يعني. تمام. فالالعاب كلها رايحه بالفرق اللي هي الفلسطين يعني. لانه اسمها مصر كبيره يعني، الافريقيه احنا ابطال دورات العاب افريقيه كتير يعني.
احنا 600 حاجه و60 ميداليه ذهبيه عندنا تقريبا نيجيريا 400 وكم ميداليه احنا في حته ثانيه. طبعا المحطه جايه في توقيت ان انت باريس 2024 خلاص قرب ابواب يعني تعتبر اعداد بالظبط اعداد طبعا والدوله صرف عليها كويس الحقيقه اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس ياسر ادريس ومعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي مهتمين قوي بدوله الالعاب الافريقيه وكل الامكانيات مسخره والفرقه كلها في معسكرات وشغاله. كابتن احمد سمير مدير فني المنتخب الاول وكابتن عماد نوار مدير منتخب السيدات يعني ان شاء الله يعملوا نتائج كبيره لمصر ويجيبوا الذهب باذن الله سواء رجال او سيدات يعني ان شاء الله. احنا املنا كبير في الالعاب الافريقيه ان احنا برضو نمشي زي ما احنا ماشيين على طول. تمام. في فرع من فروع الكره الطائره ممكن ناس كتير بتغفل عنه شويه وده مهم جدا، كره الطائره الشاطئيه. تمام. يعني ودي من الفروع اللي انا بقول عليها يعني لو اتكينا عليها شويه تودينا في الفتره الاخيره زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده كلام حضرتك مظبوط. كان حضرتك موجود معانا وقاري المشهد تماما. استعنا بخبير اجنبي من ايطاليا ومعاه خبيره برضو وبرضو في معاون ليه من مصر ومن بره. تمام. بامكانيات بسيطه جدا يعني عشان برضو الناس ما تروحش لبعيد يعني استطعنا برضه في شهر ولا شهرين نتائج يعني التصفيات المؤهله للتصفيات اللي هتودينا باريس الحمد لله سيدات ورجال اخذنا البطوله ما شاء الله وهنصفي ان شاء الله النهائي باذن الله يعني. كانوا معايا هنا بطلات كانوا معايا طبعا كابتن فريق دعاء قباش. عندنا امل كبير ان احنا نتاهل وزي ما قلت حضرتك اللعبه دي محتاجه اهتمام كبير محتاجه يعني احنا خطه ان احنا نفصلها عن الاندور مع الوقت يعني الوقت لم يأذن لكن احنا في الحسبان وفي الخط من بدري من اول ما جينا. ممكن تكون لجنه داخل الاتحاد متخصصه بس في شاطئيه هي بس انت عارف هو مشكله الكره الطائره الشاطئيه دايما راعي وقصه كده كبيره ما غير يعني مظبوط الحته دي اللي ناقصه يعني فلكن هو احنا حضرتك زي ما انت لو تمينا وتخصصنا فيها زي ما عملت اوغندا وموزمبيق دلوقتي دول يعني بطل عالم بيدخل ياخد ميداليه فضيه بينافس في الاولمبياد قطر يعني في دول كتير اهتمت باللعبه دي زي ما حضرتك بتقول ان احنا ممكن نسمع فيها وممكن نوصل فيها بكل سهوله واحنا مش ما عندناش فقر في الشواطئ عندنا يعني عندنا الرمله ما شاء الله الرمله موجوده عندنا بحر احمر والبحر يعني البحر المتوسط ونيل وحبه مصر وحتى في دول يعني معلش في دول حبيسه كره الطائره الشاطئيه قويه عاملين ملاعب رمله جوه الاستادات وجوه هو حضرتك مش شرط ان انا امارس على الشاطئ هو احنا عندنا بس نادي العرب هنا عندنا بننظم عليها بطولاتنا كلها مظبوط يعني. نادي اكتوبر في انديه برضو بنحاول ننشر اللعبه دي وهي طبعا ليها سكه تانية خالص غير الاندور هم اتنين لعيبه مش مكلفه يعني لكن محتاجه برضو ايه انك تخرج دفعه مدربين متخصصين في الطائره الشاطئيه انك تفصل من الاندور خالص مشكلتنا طبعا دلوقتي ان اللعيب يعني مصالحه العقل في الاندور بيلعب في طبعا ما فيش عقود في الكره في البيتش فولي بول فهي عايزه شويه تطوير طب دكتور ما تحطوها في الحسبان كده والله محطوطه بس هو احنا ايه اي نعم شويه بس جايه طب انا عندي اقتراح معلش برضه كويس المهندس ياسر قمر اكيد سامعني والاستاذ عمرو مخلوف ومجلس اداره اتحاد كره الطايره اجبار الانديه على عمل فرق اجبار ما اعملش فريق عندي اندور لما يكون عندي فريق كره طايره شاطئيه على شرط اللي يلعب دي ما يلعبش دي ويتعمل له عقود هو احنا عاملين اللي حضرتك بتقوله دوت بس الجزئيه الاخرانيه بتاعه اللي ما يلعبش دي ما يلعبش دي ما هو دي اللي لسه بقى ما انا هقول لحضرتك لكن ليه؟ هو الدوري مرتبط دلوقتي حتى في الممتاز بان نقط الشواطئ محسوبه في الترتيب ما انا هقول لحضرتك ليه اللي يلعب دي ما ما دي بقى الفئات التركات حلو قوي يتعمل له عقد برضه لازم يتعمل للعيبه دي عقود كمان وياخدوا مرتبات كويسه وياخدوا عقود كويسه ما احنا بقى يبقى لازم هنلزم الانديه بالقصه دي ما هي دي الزام لو واللي يلعب دي ما لعبش دي السبب عشان الاوفر لود عشان الاحمال الزياده تمام لان انا بلاقي لعيبه الاندور بيطلع يشارك في الشاطئي بيحصل اصابه هنا يعني معلش الجامب على طبعاً. على ارض صلبه غير الجامب على رمل طبعا يعني لعيب بيجي من تحميل زياده فبيحصل اصابات بالظبط تحصل مشاكل حتى في السله 3 في 3 انا برضو ناديت بكده فرق متخصصه مدربين متخصصين تمام انتشار اكتر اكيد اللعبه هيكون ليها صدى اولمبي بعد كده لها صدى وهتسمع وهنبقى احنا فيها يعني زي الاندور بالظبط اكيد احنا مش قليلين احنا بنساعد معاكم برضو يعني احنا بنقترح يعني بنساعد معاكم برضو الاقتراحات بتاع حضرتك دي محل اعتبار وكلام موزون وكلام مظبوط وبرضه لازم احنا بناخد الافكار من الناس المتخصصين والاعلاميين اللي زي حضرتك لانك
يعني شغال في الرياضه، فكل ده بيتحط ويتعمل عليه شغل وداتا، ونطلع ببعض العراقيل وبالشكل يعني هنحاول نتغلب عليها ان شاء الله. يعني انتوا الاتحاد يعني ما شاء الله عليكم، يعني هي في الوقت اي عراقيل بتقابلكم بتحلوها الحمد لله. بيحصل فيه كلاشات بس بتتحل في الاخر، لان الحمد لله مفيش حاجه، الاتحاد الطايره ماشي تمام يعني شغال كويس، والشغل لمصلحه البلد وعايزين يعملوا حاجه للبلد. وده واضح من النتائج الحمد لله. انا والله لا اجامل يعني، لو في حاجه شايفها مش مظبوطه هقول، لو احنا جاهزين لاي نقد او اي مقترحات او اي حاجه حد هيفيدنا بحاجه اهلا وسهلا، دي مصلحه بلد اكيد، دي مش مصلحتنا احنا لوحدنا يعني، كلنا بنشتغل عشان ولا احنا لينا مصالح شخصيه في اي حاجه ولا عندنا، لا ده بمصلحه البلد اهم حاجه، وكل اشتغل عشان مصلحه البلد الحمد لله، عشان علم مصر بالتاكيد بالزبط. يعني بالظبط. طيب دوري قبل اولمبيا باريس مشاركه بعد غياب، امتى هنشوف بقى الكره الطايره كده ترجع للامجاد العظماء السبعه تاني باذن الله؟ يعني احنا شايفين صح، البدايه برضو كانت في بطوله افريقيا، وهنكمل برضو ان شاء الله في دوره الالعاب الافريقيه وفي باريس برضو 2024 ان شاء الله، ربنا يكرمنا برضو يكون لنا رانك كويس يعني ان شاء الله. انا ما اقدرش اقول ان احنا هننافس، لكن يبقى لنا ترتيب نرجع تاني في الصوره يعني، احنا واقعيين نرجع في الصوره تاني. انا عايز اقول لحضرتك اللي بيتعمل في الناشئين بالذات في فرقه 17 رجع تاني، هو ده اللي ممكن بعد كده نيجي نتكلم عليه ان احنا بقينا فين، لان الفكر بيتغير. كابتن احمد سيد دلوقتي مثلا الاف اللي هم اثنينات واربعات لا دلوقتي حاطط منهج جديد ان الاطراف دي لازم تكون طويله كويس قوي، يعني معدي المترين، واحنا كنا في مصر ايه كل واحد 195 190 مترين زق على السنتر بلوك خش، لا خلاص بيغير الفكر خالص، الاطراف لازم يبقوا عاليين، معدين لازم يبقى عندنا لعيب اشول، عشان احمد صلاح صح، عبد الله عبد السلام كان معد طويل كان خدم المنتخب 20 سنه طبعا، فلازم دي نحافظ على الريتم دوت ونمشي بيه. دلوقتي حتى عندنا اللعيبه بتاعت مركز ثلاثه خدنا فتره كبيره في مصر لعيب السنتر بس شغلته كلها البلوك ورا في الديفنس مفيش لا دلوقتي لا الراجل بيغير الفكره ده خالص، شغال عليهم ما شاء الله استقبالهم زي لعيبه اربعات واتنينات علشان يزود الديفنس ويزود الشغل ورا، قوم الفرقه تقدر تشيل بعضها هي وماشيه. والله انا بضم صوت لصوت حضرتك واللجنه الاولمبيه، فريق منتخب 17 سنه للكره الطايره، والله بجد منتخب يستحق الاهتمام، يعني نزود اهتمام كمان 70 80 90% كمان زياده شويه، لان الاولاد دول فعلا والله امل مصر في دوره الالعاب الاولمبيه 2028 باذن الله. حضرتك زي ما بتقول كده، وانا بشكرك جدا على هذا الدعم، واتمنى مصر واللجنه الاولمبيه والاتحاد وكل المهتمين ان هم يعملوا فوكس على الفريق الناشئين دوت، انه فعلا الصرف هيبقى في محله، يعني انت لما تصرف هتصرف في محله، معاك 20 سنه تاني الاولاد دول بيلحموا مع جيل قبلهم بفارق سنه، في جيل طالع وراهم وهكذا، لا حرام نفرط فيهم، حرام يعني منتخب 17 سنه مشروع بطل اولمبي بالزبط. بجد بالخامات بالروح بتاع الولاد كمان صراحة يستحقوا الاهتمام، مع العناصر اللي هتخش عليهم جديد كمان، مع الميكس اللي هيحصل مع المنتخب اللي قبلهم وحتى اللي يجوا بعدنا. يوسف على اللقاء الجميل ده، انا اللي شاكر حضرتك، توفيق يعني دايما، انا دايما ببقى سعيد بلقائي بحضرتك. بشكر حضرتك، انا اسعد والله، بشكر حضرتك جدا، بشكركم اعزائي المشاهدين على المتابعه، تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.